عزب. استاذ عزب اهو. تعال يا حبيبي. استاذ عزب مالك؟ ابوش ايدك يا بيه. ايه اللي حصل؟ انا مش هعمل كده تاني. ايه اللي حصل؟ ما اعرفش يا بيه. حصل حاجه؟ رجلي ابوش ايدك. رجلي ايه ده؟ وداني. قول لي بقى، قلت لي عايز تصور الاعلان فين يا حبيبي؟ في برج ايفل في باريس يا بيه. والله عزبة النخل تنفع قد؟ كلها حتت بتاعت ربنا يا باشا. عارف مين ده؟ ايوه الاستاذ فتحي. مخرج المحطه الفضائيه بتاعتنا. عارفه يا فندم. كل ما اقول له على اعلان يقول لي اصوره في باريس. ليه؟ بعمل اعلان عن الصابون يقول لي اصوره في باريس، بعمل اعلان عن البطاطس يقول لي باريس، بعمل اعلان عن البلهارسيا تقول لي باريس. اشمعنى باريس يالا؟ انا يا بيه قلت اكدبها رغبه اولى. جد ما جاتش خلاص. اي حته يا باشا. والله لا برافو. زوري بقى ابو سيدك. قول انا حمار. ده انا ستين حمار. قول له انت حمار. انت حمار. شعري بقى. شعري. انت حمار. عيني. هو جسمه كله هنا حضرتك. هي دي تركيبته. ارموه بره. اخبر يا باشا. اخبر العزب ايه؟ بره. حرك والنبي. ابو صديق حرك. ابو حرام. اللي بعده. حرمت. ممكن استخدم الموبايل بتاع حضرتك؟ تستخدم الموبايل بتاعنا؟ ما اقدرش، انا كارت. عايز اودع اهلي يا فندم. ما تستعجلش، هتودعهم كلهم. مستعجل على ايه؟ طب اسيب لهم مسد كول بس. والله انا هخليك مسج اساسا. ليه يا فندم؟ انت تعمل فيا انا كده؟ انا عملت حاجه بقى؟ انا عزب شديد صاحب اكبر محطه فضائيه في الشرق الاوسط كله، تطلعني قدام الناس كده على الهوا وانا لابس لبس المسخره اللي انت شايفه ده واقول الكلام الاهبل اللي انت مالفه؟ اهبل؟ طبعا اهبل. ليه؟ سيبك من الكلام. حاضر. ايه حكايه جوز العيال نازلين من على السلم دول وكل واحد رابط ايده بفتله مع التاني ويقول له بحبك قوي؟ مين دول يالا؟ ده انا وصاحبي مفتيح. صاحبك مين؟ مفتيح. اقعد اقول مفتيح كده لغايه ما يجيلك بواسير في يوم من الايام. يا فندم اللي حضرتك شفته ده حكايه واقعيه حصلت لي انا وصاحبي من واحنا عيال صغيرين، كنا رابطين بعضنا في فتله زي ديت. ايوه. وكل حاجه النص بالنص في كل حاجه. بتقسموا كل حاجه سوا؟ ايوه يا فندم. بلاش افكار مساطيل. ليه؟ ففي حد في الزمن المادي اللي احنا فيه ده بيقسم اللقمه حتى مع اخوه؟ انا مستعد اقسم عمري مع صاحبي. عمرك على عمر صاحبك ما يسووش باريزه على بعض، هتقسموه ازاي؟ هو شيلن وانا شيلن. انت بتستعبط؟ لا انا بستهبل. واضح انك بتستهبل، انا كمان هستهبل معاك. قول لي بقى. نعم. انت صاحبك ده بقى كل حاجه بتقسموها سوا؟ ايوه من واحنا عيال صغيرين. كل حاجه النص بالنص. صاحبي. جميل انا موافق. طب افرض بقى انك انت يعني وصاحبك عايزين تروحوا تصيفوا في مكان. حلو. كان لطيف كده تصيفوا وتبلبطوا. ايوه. وعايزين تنزلوا الميه. وعندكم مايو واحد. ايوه. هتقسموه ازاي؟ نعم. ايه اصل ياما انا وصاحبي قسمنا مايو. يا ما انت وصاحبك قسمتوا مايو. اقول لك فين؟ فين؟ في اسكندريه. لا والله. اقول لك فين بالتحديد؟ يا ريت. في البحر. يخرب بيتك. مايو في البحر؟ طول عمري اعرف ان المايو بيتلبس في المطبخ. ما انا عارف انه في البحر. بتقسموا المايو ازاي؟ يا فندم هو حضرتك مش مصدقني؟ لا مش مصدقك. طب اسال عم محمد. مين عم محمد ده؟ حضرتك تعرف محطه الرمل؟ اللي في اسكندريه؟ عم محمد هناك راجل بتاع مايوهات، راجل سكر. اروح واساله حضرتك. ما اعرفش اروح انا. انا مش فاهم. انا اجي معاك يا فندم عشان اسالك. لا ما انا ما اعرفش. والله ده هي خطوه محطه الرمل. اهو يا فندم. اهو يعني اهو. مش فاهم. ايوه عم محمد. ايه؟ انا عن الرافض. والله يا عم محمد عايزين مايو نفرين. لا ده احنا اتنين بس مش سته. سته؟ ده عنده مايوهات تشيل 12. ده مايو ولا ميكروباص؟ لا مايو. حاسبه يا فندم عشان مش عامل حسابي. اهلا يا محمد. اتفضل. شكرا يا عم محمد. شايف المايو جميل ازاي يا فندم؟ ده مايو ولا ارنب؟ ده واضح انك شايل ارنب. لا انا شايله من الكيس. والله؟ يلا يا فندم. يلا نقسم المايو سوا. انا وانت؟ عشان اثبت لك بس. نقسم المايو سوا فين؟ هنا غرفة خلع الملابس. يعني اعمل ايه؟ اهو هنا اهو. لا ما تستعبطش. ليه ما فيهاش حاجة؟ لا مش هينفع. لا عشان اثبت لك. يا عم مش هينفع. والله يا فندم بس يا سيدي. ثانية واحدة بس. ايه؟ علق المايو. يلا يا فندم. لا ما بص مش هينفع. بص خليها مرة تانية. لا والله هينفع. خلاص خليها مرة تانية. لا 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 عشان اثبت لك عشان انت مش مصدقني. يلا اقلع. طب اقلع. هنقسم المايو سوا. انا يعني بتقول لي كده عادي يعني؟ مفيش حاجة. طب اقف دارين. دارين حاضر. مكسوف انت. انت بتنور؟ انت جايب لي واحد ينور؟ انت عايز تقلع في الضلمة؟ انت بتستعبط يا عادل؟ يا فندم اقلع مفيش حاجة صدقني. طب تعالى كده. حاضر اهو. ده كله بيبص يا عم هنا. يا لهوي يا فندم. اقلع بقى يا فندم. بيبصوا من بين رجليك يا عادل. اهو. خلاص. ايوه اقف كويس. قفل عليا. اهو. اقلع بقى. خلاص قلعت.
خلاص قلعت؟ وجاهز على لبس المايوه مالت يا معلم. طب اطلع دارين انا بقى. ايه عادل ده؟ ايه؟ يخرب بيتك. لا 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 انا هخرب بيتك. انا كمان قلعت. يلا بينا ولا. يلا بينا. نسينا المايوه متعلق. يخربها لك. مش معقول. كل مرة أنسى المايو، أنا مش عارف. كل مرة تنسى المايو؟ الحمد لله، دايماً ألاقي ولاد الحلال اللي يفكروني. والله ويقولوا لك إيه بقى؟ يقول لي لو سمحت يا فندم البس المايو بتاع حضرتك. لا والله. يعني أنت تقلع وتمشي بقى عادي. هي هي كده يعني. لا وأنت بقى هي كده يعني ها؟ وتلاقيه يقول لك لو سمحت يا فندم البس المايو بتاع حضرتك مش كده؟ يس يا حاجة عظيمة الحقيقة الواحد مش عارف ليه بيسهو عليه يعني بيسهو يا راجل دي حاجات تافهة شغلش بالك بس الحمد لله الحمد لله قلعنا من غير ما حد يشوفنا الحقيقة ما حدش شافنا خالص يلا يا فندم بقى نلبس المايو سوا يلا امسك نلبس المايو سوا ماشي سي ايدك تحت شويه عشان رجليا طويله معلش الله يكون في عونك يا ابني ايوه ايوه شفت حضرتك اهو ده مايو النفر ثانيه واحده ايوه اربطه كويس ايه عادل ربطت الدباره جامد يا عادل بتعمل تسلخات بتعمل تسلخات كان لازم اجيب لك المرهم بتاع المايو هو عم محمد بيديكوا مع كل مايو مرهم والله يلا يا فندم احنا فين دلوقتي احنا على البلاج كويس وايه اللي قدامك ده ده البحر ايوه والسمك قاعد اهو منور اهو ملعلط ملعلط يلا ننزل نبلبط بقى شويه لا استنى ايه قبل ما ننزل بقى ايه عايز عايز اسالك سؤال ايه السؤال بتعرف تعوم ايه ده نعم انت كنت بطه وانت صغير يعني يا فندم بس ده سؤال هل انا بعرف اعوم ايه بتعرف تعوم طب اقول لحضرتك شايف حضرتك الراجل اللي بعد البراميل ده في واحد هناك بيعوم ده انا يخرب عليك يا عادل انت بتعوم حلو قوي انا شفت عادل نعم انت عندك طول لا انا غرقان طب ما تقلقش هننزل نجيبك انا وانت يلا 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 في عينك انت قطعت المايو مايو اللي قطعته قول لي نروح عند محمد ونقسم المايو سوا انت تستهبل ما انا فاهم عايز اثبت لك عايز اثبت لك صدقني من واحنا عيال صغيرين وكل حاجه نص بالنص كل حاجه نص بالنص كل حاجه كل حاجة ايوه اوكي قول لي نعم لو انت بتحب واحدة انا فعلا بحب واحدة لا بجد حتى اسأل عم محمد هو عم محمد ده عارف كل حاجة عنكوا كده؟ طبعا ده عم محمد يا سلام طيب افرض انك بتحب واحدة وصاحبك اللي بتقسم معاه كل حاجة ده بيحب نفس الواحدة اللي انت بتحبها فهمتني ها؟ ايوه قول لي بقى هتقسموها بينكم ازاي؟ ايه السؤال يعني؟ امال ايه اللي ومش ما انت مش فاهم حاجه اهو بقول لك انت بتحب واحده وصاحبك اللي بتقسم معاه كل حاجه بيحب نفس الواحده يعني ده. واحده بحبها انا وصاحبي؟ ايوه طب ما نحبها يا فندم يعني ايه ما نحبها؟ اصل الحب ده مشاعر ملناش يد فيه يعني هو يحبها وانا احبها ومفيش مشكله عادي كده؟ نحبها والله طيب هتحبوها عايزه تخرج شويه بقى البنت وتتفسح هنخرجها لازم هتخرجوها يعني ايه تمشوا انتوا معاها وهي في النص بقى ماشيه كده يعني كل واحد في حته ننكشها صح ننكشها بس لازم نخرجها بس ما ننكشها ننكشها ما ننكشها احسن لا ننكشها ننكشها بص حضرتك احنا لازم نخرجها لان هي ممكن تتهمني انا وصاحبي ان احنا بخله مش قادرين نعزمها مثلا على ليمونيده ليمونادة اسمها ليمونادة انت بتقرا اللي مكتوب على الازازه وتقوله ليمونادة ايوه يا فندم طب يا سيدي خرجتوها وعزمتوها على ليمونادة عايزه تخرج بقى في مكان شعري كده وتبص وتسبل وتحب كده هنسبل لها كده بقى هنسبل لها ايوه طيب عادي يا فندم اصل دي مشاعر ملناش يد ما انا عارف انها مشاعر ملكوش يد فيها وكل حاجه هنسيبها تسبل من طرف واحد طيب خرجتوها سبلتولها وكله بقى تمام جت في يوم قالت لكم بابا جاب لي عريس مش عارفه اعمل ايه ولازم اتخطب هنخطبها
هنخطبها؟ طبعا يا فندم، ده احنا حبيناها وسبلنا لها وخرجنا معاها وبعدين نسيبها هي بنات الناس لعبة؟ لا ما يصحش طبعا، احنا جدعان قوي. لا طبعا. امال ايه؟ طيب قول لي هتخطبوها ازاي؟ بالاصول. انهي اصول؟ هندخل الباب من بيته. ندخل البيت من بابه؟ اهو يبقى في باب وبيته وندخل. لا والله. طيب ودخلتوا الباب من بيته؟ اه. هتعملوا ايه؟ هقعد انا وصاحبي مع باباها. نعم؟ هنقعد انا وصاحبي مع باباها. وبعدين؟ ونقول له يا عمنا. يا عمنا؟ اه. احنا طالبين ايد بنت حضرتك. اه. ما اعتقدش الراجل هيرفض عشان انا وصاحبي ما نتعيبش يعني. لا طبعا طبعا. مش والبنت معروف. شريانه. اكيد. اه. اكيد. وابوها كاجوال كده عادي يعني؟ يعني يقول لك والله يا اولاد ما تتعيبوش. أيوة. عادي كده. طبعا يا فندم. طيب خليني معاك للاخر. مع حضرتك. ودخلت وخطبتوها يا عم. ايوه. خلاص؟ ركز معايا. مع حضرتك. كاتب الكتاب. لازم نكمل نص ديننا. مظبوط. قول لي بقى. نعم. مين اللي هيكتب الكتاب؟ المأذون. لا والله. هو حضرتك ما عندكش فكره عن الجواز؟ لا اول مره اعرف ان المأذون هو اللي بيكتب الكتاب الحقيقه. طب الحمد لله اديك استفدت. ماشي، المأذون كتب الكتاب. اه. مين اللي هيمضي على قسمة الجواز؟ الشهود. لا ايه ده، حضرتك ما حضرتش افراح قبل كده؟ لا اول مره اعرف ان المأذون بيكتب الكتاب والشهود بيمضوا على القسيمة والمايوه بيتلبس في البحر. معلومات قيمه جدا الحقيقه. الحمد لله انك قعدت معايا الربع ساعة دول. الحمد لله ان هما ربع ساعة. يا ريت تقعد معايا تلات اربع ساعات. لا مش عايز. انت ملخبطني خالص. حاضر. طيب هيحصل كده. اه. خلاص المأذون كتب الكتاب والشهود مضوا على القسيمة. ايوه. ليلة الدخلة. ليلة جميلة. اه. ادي بقى ليلة بقى كلها ايه بقى، زغاريط ورقص وطبل وزغط ولغط. زغط ولغط؟ يعني ايه زغط ولغط؟ يعني ليلة كلها زغللة ولطلطة. يا اخي بتقول لي المعاني بطريقة مش معقولة. يعني ايه زغط ولغط؟ يعني زغللة ولطلطة. فهمت انا. المفروض. ماشي ماشي خلاص. زغط ولغط؟ اه. يعني ليلة الدخلة. زغط ولغط. طيب. اه. في ليلة الدخلة. ايوه. مين اللي أنا وصاحبي. أنت وصاحبك إيه؟ ياهاي يا طرزانات. إيه اللي ياها؟ أنت ما فهمتش السؤال. إيه السؤال؟ في ليلة الدخلة. مالها؟ مين اللي هيدخل؟ عم محمد. إيه؟ عم محمد؟ امال هنسيبه بره كده؟ يا ابني هي مايوه. ايه اللي عم محمد؟ انت عايزنا نسيب المعازيم بره الفرح؟ يا راجل يا ابني انت بتحب واحده وصاحبك بيحب نفس الواحده. بقول لك يا فندم حضرتك ليه مدوخني؟ انت اللي مدوخني. والله لو حصل كده بجد انا مستعد اتنازل عنها لصاحبي وما اخسروش. تتنازل عنها؟ اه. والله يا ابني انت سلبي جدا. انا سلبي؟ طبعا سلبي. ليه؟ طبعا حد يعمل كده برضه؟ يا فندم اصل احنا افتقدنا دلوقتي معنى الصداقه. مش كده يا حبيبي، غلط. اصل احنا في عصر سيء للعلم. سيء ايه بس؟ انت دماغك بتركبها غلط. طب بص انا هقول لك على حاجه. نعم. انت عارفني كويس. اه. انا عازب شديد، صاحب اكبر محطه فضائيه في الشرق الاوسط، واد بقى برضه صايع ولفت الدنيا وكده وغني وكل ونجم كبير. ربنا يزيدك. ماشي يا عم. تفتكر اه انا عرفت كام واحده في حياتي؟ لا طبعا حضرتك مقطع السمكه وديلها. طيب اديك عارف، قول بقى اضرب اي رقم انت عايزه. يعني تلاقيك عرفت قد واحده. واحده؟ اه. ومقطع السمكه وديلها؟ اه. امال لما كنتش مقطع السمكه وديلها كنت عرفت ايه؟ كعب جزمه؟ ما حضرتك ما تعرفش حاجه عن الجواز. ما عرفت ستات ازاي يعني؟ ايه يا ابني؟ خلاص يا فندم عرفت ثلاثه. اللي عرفتهم في حياتي ثلاثه؟ امك واختك وخالتك. هما دول اللي انا عرفتهم؟ بالكتير قوي تبقى الدايه اللي ولدتك. دايه؟ احب اقول لك معلومه مهمه جدا بقى. ايه؟ انا امي ما ولدتنيش بدايه. امال ولدتك نهايه؟ ليه مامتك بتعمل حاجات كده؟ الواد دهبل ولا ايه؟ في حد يولد ابنه نهايه برضه؟ نهايه ايه؟
ايه؟ امي ولدتنيش بدايه يعني ايه؟ امي ولدتني قيصريه. يا عيني ايه؟ يا عيني على مامتك ايه؟ ولدتك قيصريه. اه انا امي ولدتني قيطوليه. أنا اكتشفت الفرق اللي بيني وبينك. إيه بقى؟ فرق أمهات. والله أنت أمك قيصرية، أنت أمك قيطولية. خلي ماما تشد حيلها شوية. شد حيلها تعمل إيه يعني؟ خليها تشرب ليمونادة. هو ده السبب يعني؟ هو ده السر؟ آه. أنت عارف أنا عرفت كام ست في حياتي؟ كام؟ 300 ست. ولسه عايش؟ أهو قدامك أهو. 299 ست عشنا احلى ايام حياتنا، سافرنا ورحنا وجينا وصينا وعملنا كل اللي في دماغنا. ايه الدلع ده كله؟ اه رقم 300 بس. مالها؟ هي الوحيده اللي اثرت فيا. اثرت فيك؟ اثرت فيا. لو انت كنت اطول من كده. اوعى. حضرتك صعبان عليا قوي. ده انت اللي صعبان عليا. يعني ايه اثرت فيا؟ كنت طويل يعني ايه؟ يعني قعدت تقول لي بحبك 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 وفي الاخر مشيت معاها كده؟ مش فاهم انا انت بتقول ايه؟ امال عملت ايه؟ اثرت في مشاعري يا ابني. في مشاعرك؟ ايوه. ياه. مش قادر اقول لك حبيتها قد ايه. مين دي يا فندم؟ باكينام. اسمها ايه؟ باكينام. اسم جميل ما يتحفظش. لا يتحفظ. وحبيتها، مش قادر اقول لك حبيتها قد ايه، حبيتها من كل قلبي. حبينا بعض حب فظيع. انا كنت لما في الوقت اللي حبيتها فيه يعني كنت على قدي كده وغلبان، ما كنتش عازب شديد زي ما انت شايفني كده. عادي يا فندم. عادي طبعا. بس ساعه لما حسيت ان انا بحبها قوي، ايوه، قلت اتقدم لها. حلو. دخلت الباب من بيته. بس من غير عم محمد. مش مشكله. رحت لوحدي. قلت لها باكينام تقبلي تتجوزيني؟ كويس. قالت انت مين انت؟ ابني مين انت؟ سوء عليك يا ندل يا جبان. يا فندم ده وليه تسمح لها تقول لك انت مين انت؟ ابن مين انت؟ شو عليك يا نادل يا جبان؟ تسمح لها ليه يا فندم؟ بلا اسمح ولا نيل بقى. الله يخرب عقلك يا هاني. ايه ده في ايه؟ انتك القرف. ايه؟ تفيت بجد؟ مقرف. خلاص والله اصل انفعلت شويه. ما تنفعلش في وشي. وبعدين ما تقلقش ده مطهر يعني. ما تستهبلش. والله ياما خدوا مني تفافه بس اسكت اسكت. انا بكره الحريم. وانا بكره اسرائيل. بتكره اسرائيل؟ وبحب عمرو دياب. لا والله انا سفاح النساء. شهريار؟ اكتر من شهريار. شهر اغسطس؟ شهر اغسطس انت هتنقتني يا ابني. مش اغسطس ده اكتر من هيار؟ هيار ايه؟ انا عايز اموت كل الستات. تموتهم ليه؟ والرجاله كمان. كمان؟ ومن موقعي هذا بقول لك مفيش حاجه اسمها لا حب ولا صداقه. لا في صداقه. مفيش. في صداقه بيني وبين صاحبي مفتاح. بطل ايه دي بقى؟ مش حلوه على المنطقه يعني. يا فندم ده صاحبي. يعني ايه؟ ماليش في الدنيا غيره. انا بس اشتقت عليه. مسافر مسافر وبعد عني. ارتاح من خلقتك. الله يسامحك يا بيه. ماشي. انا كل اللي مزعلني هني ما بعت له جوابات ما ردش عليا. والله؟ ايوه يا فندم بعت له جوابات كتير جدا. انا قلقان عليه. بعت له جوابات كتير قوي يعني؟ فوق ال 10,000 جواب. ده انت نازل قوي. فوق ال 10,000 جواب وما ردش. خلاص بطز فيه. لا يا فندم. والله هتلاقيك عبيط. تلاقيك بعت جوابات على عنوان غلط. لا 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 والله هتلاقي العنوان غلط. لا والله العنوان سليم. انا متاكد. انا ياما بعت له عليه. متاكد متاكد؟ ايوه. انت بعت له جوابات على ايه؟ لندن الدور الثاني. لندن الدور الثاني؟ وازاي الحيوان ده ما يردش؟ ده العنوان واضح جدا. لندن الدور الثاني. طب ما يمكن يكون عزل. يكون راح فين؟ لندن الدور الرابع. طب يا فندم ما عندكش حد مسافر؟ ما عنديش ما عنديش. انت هتموتني. اصل انا اشتقت على صاحبي. نفسي اشوف مفتاح. نفسك تشوف مفتاح؟ ايوه. قوي قوي جدا. اي ميداليه مفاتيح بص على المفتاح اللي فيها بوسه وحطه في جيبك تاني. حضرتك بتتريق على صاحبي؟ بتريق على صاحبي. بتتريق عليا زي ما انت عايز. الا صاحبي. ليه يعني؟ لان صاحبي ده قيمه بالنسبه لي. والله؟ طبعا يا فندم. ايه القيمه بقى؟ ابن ناس ومن عيله ومن اصل. والله؟ طبعا يا فندم. يا ترى الاستاذ مفتاح بقى من عيله مين؟ من عيله كالون باشا. من عيله كالون باشا؟ ده عمه كالون باشا. ما شاء الله. يا ريت تقول لي بقى
عمه ده كان كام سكه علشان نعرف بس قيمه العيله يعني. لا الحقيقه انا مش عارف اي حاجه عن عمه غير انه كان عنده 4 عيال. اه رباهم احسن تربيه ما شاء الله، علمهم احسن تعليم. الله الله الله. 2 طلعوا مهندسين و2 مدينه نصر. شفت يا فندم العائلات والتربيه والتعليم. 2 طلعوا مهندسين و2 مدينه نصر. اه ما شاء الله ما شاء الله. طب يا اخي اتعلم منه وشوف لك عيله تلمك بدل ما انت صايع كده. معلش انا عذرك، انا عذرك. في ايه؟ عشان مش عارف عيلتي. ايه عيلتك؟ ده انا عيلتي كلها محافظين. عيلتك كلها محافظين؟ انا عمي محافظ في الغربيه. محافظ ايه ده؟